الحقيقة يعني إجابة على سؤالك، البرلمان كلنا يعلم بأن البرلمان يعاني، يعني البرلمان منقسم. انقسام البرلمان سبب مشكلة كبيرة في ليبيا، أصبح يعني هو مجرد أو استخدم كواجهة سياسية فقط، لا أحد يريد أن يفعل برلمان فاعل سواء هنا أو هناك. البرلمان غير قادر الآن في هذه الفترة على أن يفعل شيء، اجتماعاتها يعني ما فيهاش نصاب في سواء في طبرق أو في طرابلس.